السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. ميعادنا النهاردة في جزء في الهندسة، هنتكلم إن شاء الله عن التباين. نشوف مع بعض كده قبل ما نبدأ في درس التباين، نشوف التهيئة. أكمل. السؤال الأول بيقول: قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع تساوي نقط. طيب إحنا عندنا المثلث المتساوي الأضلاع، ده مثلث في ثلاث زوايا، كل زاويه قياسها تمام 60 درجه. قياس الزاويه الخارجه بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره لها. يبقى ياخد زاويتين جوه المثلث 60 زائد 60، يبقى الزاويه الخارجه بتساوي 120 درجه. السؤال الثاني بيقول: اذا كان قياس زاويه الراس في المثلث المتساوي الساقين 80 درجه، فان قياس احدى زاويتي القاعده يساوي كام؟ طبعا احنا عارفين ان المثلث المتساوي الساقين زاويتين القاعده مالهم متساويتين او متطابقتين، مظبوط. فلما تبقى زاويه الراس ب 80 ومجموع قياسات زوايا المثلث 180، هنطرح ال 80 من ال 180، يبقى الزاويتين اللي فاضلين مجموعهم 100، مظبوط. طب ما الاثنين متطابقتين، يبقى كل واحده قياسها بكام؟ 50 درجه. تعالى بقى نشوف معنى التباين او نتكلم عن درسنا النهارده. تعالى نبدا من البدايه خالص كده، نفهم مع بعض علاقة التباين. علاقة التباين هي العلاقة التي تستخدم للمقارنة بين عددين مختلفين، ونعبر عنها بإحدى العلامتين أكبر من أو أصغر من. يعني التباين دوت هو علاقة بتربط بين عددين، بس العلاقة ديت بتبقى العددين مختلفين في القيمة، يعني في عدد أكبر من العدد. بستخدم في علاقة التباين يا إما علامة أكبر يا إما علامة أصغر. ولما كانت أطوال القطع المستقيمة وكذلك قياسات الزوايا هي عبارة عن أعداد، فإننا نستخدم علاقة التباين المقارنة بين طولي قطعتين مستقيمتين أو قياس زاويتين. يعني الفكرة هي طالما عرفت أقارن بين عددين في عدد أكبر من عدد حسب القيمة، طب ما احنا عندنا القطع المستقيمة والزوايا. القطع المستقيمة بعبر عنها بطول، الطول دوت عبارة عن عدد رقم، ونفس الكلام قياس الزاوية عبارة عن عدد أو رقم. يعني طالما قدرت أقارن بين عددين، يبقى أقدر أقارن بين طولي قطعتين مستقيمتين أو قياسي زاويتين، برضو باستخدام علامة أكبر أو علامة أصغر. معانا بعض مسلمات للتباين، وكلمة مسلمات التباين دي معناها زي قواعد أساسية هنتعامل بيها، رولز هنحطها كده في دماغنا ونثبت عليها شغلنا بعد كده في المقارنة. بيقول لي كده: مسلمات علاقة التباين لأي أربع أعداد ألف وبه وجيم ودال. لو عندك أربع أعداد ألف وبه وجيم ودال، ممكن نعمل بيهم شوية مقارنات بسيطة كده هتثبت في مخنا. واحد: إذا كان الألف أكبر من البه، خد بالك الألف قيمة أكبر من البه، فإن لو زودت قيمة ثابتة يمين وشمال المتباينة، يعني زودت على الألف قيمة اسمها جيم وزودت على البه قيمة اسمها جيم، يعني ألف زائد جيم أكيد هيبقى أكبر من به زائد جيم. طيب بنفس الطريقة، لو انت عندك الالف اكبر من الب وجيت طرحت قيمة ثابتة، طرحت من هنا واحد ومن هنا واحد، من هنا اتنين ومن هنا اتنين، من هنا خمسة ومن هنا خمسة، طالما طرحت نفس القيمة هتفضل المتباينة زي ما هي، هيفضل الكبير كبير والصغير صغير، يعني الالف ناقص جيم اكبر من الب ناقص جيم. طيب تعالى للمتباينة التالتة. بيقول لي اذا كان الف اكبر من ب والجيم ده عدد اكبر من الصفر، يعني ايه كلمة الف جيم اكبر من الصفر؟ يعني موجب، اي حاجة اكبر من الصفر يعني قيمة موجبة. طيب يبقى انت دلوقتي عندك قيمة الالف اكبر من قيمة الب، والجيم دي قيمة موجبة. فلو جيت قلت ضربت الجيم في الحد الاول او في الطرف الايمن اللي هو الالف، وضربت الجيم في الطرف الايسر اللي هو الب، هيبقى الالف جيم اكبر من ب جيم. ده معناه انك لو ضربت قيمة الحدين بتوع المتباينة في عدد موجب، يظل العدد الكبير كبير ويظل العدد الصغير هو الصغير. المسلمة الرابعة بيقول ألف أكبر من ب والب أكبر من الجيم. لو كان عندك الألف أكبر من الب والب أكبر من الجيم، أكيد 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 هيبقى الألف هو أكبر الأعداد الثلاثة الموجودة عندي، والجيم هو أصغر الأعداد الثلاثة اللي موجودة عندي، فبالتالي هيبقى ألف أكبر من جيم. المسلمة الخامسة بيقول لي إذا كان الألف أكبر من الب والجيم أكبر من الدال، الألف قيمة كبيرة والب قيمة صغيرة، والجيم كمان قيمة كبيرة والدال قيمة صغيرة، فإن الألف زائد جيم أكبر من البه زائد دال. يعني لو جمعت الكبير العدد الكبير في اليمين مع العدد الكبير في اليمين في
المتباينتين وجماعه العدد الصغير مع العدد الصغير، اكيد هيبقى مجموع العددين الكبار اكبر من مجموع العددين الصغيرين. دول كده خمس مسلمات هنستخدمهم في حل المسائل اللي جاي. بعد ما عرفنا يعني ايه التباين ويعني ايه مسلمات التباين، تعال نشوف مع بعض كده بعض الامثله. مثال رقم واحد، في الشكل المقابل جايب لي قطعه مستقيمه والجزء بتاع ا ب اكبر من جزء ج د، ومطلوب مني اثبات ان ا ج اكبر من ب د. طيب مديني معطى هنا ان القطعه المستقيمه اللي اسمها ا ب اكبر من القطعه المستقيمه اللي اسمها ج د، تمام؟ طيب ما هو في حته في النص كده القطعه المستقيمه اللي اسمها ب ج، هنعمل ايه في ب ج ديت؟ اي لمستر هنضيفها للطرفين. يعني ايه اضافتها للطرفين؟ يعني انا هضيف مقدار ثابت لالف ب والجيم د. اخذنا من شويه صغيرين في مسلمات التباين ان لما يكون عندي علاقه تباين في حاجه اكبر من حاجه، في جزء اكبر من جزء، هنا الف ب اكبر من جيم د، وهزود على الطرفين قيمه ثابته، القيمه الثابته هنا اللي هي جيم ب. طيب في حاله اضافه قيمه ثابته للطرف الايمن او للطرف الايسر، تمام، قلنا الكبير هيفضل كبير والصغير هيفضل صغير. خد بالك احنا بنزود قيمه ثابته، هنا زودت طول القطعة المستقيمة ج ب على الطرف الأيمن وعلى الطرف الأيسر. فلما هزود ب ج أو ج ب على الطرفين هيبقى الطرف الأيمن أ ب زائد ب ج، والطرف الأيسر هيبقى ج د زائد ب ج. طب ما هو أ ب زائد ب ج هيديني القطعة المستقيمة اللي اسمها، تمام، أ ج، وج د زائد ب ج هيبقى القطعة المستقيمة اللي اسمها ب د. يبقى أنا كده قدرت أوصل للإثبات اللي هو طالبه، إن القطعة المستقيمة أ ج أكبر من القطعة المستقيمة ب د. سؤال كمان بيقول في الشكل المقابل، لاحظ عندك قياس زاوية أ د ب، أ د ب، بص على الرسم، أكبر من قياس زاوية أ ب د. يبقى أنا بتكلم جوه المثلث الأولاني، المثلث اللي فوق أ ب د، قياس زاوية أ د ب أكبر من قياس زاوية أ ب د. طيب بيقول لي كمان إن قياس زاوية ج ب د أصغر من قياس زاوية ج د ب في المثلث اللي تحت، قياس زاوية ج ب د أصغر من قياس زاوية ج د ب. طب ما أنا ممكن أقولها إن قياس زاوية ج د ب أكبر من قياس زاوية ب ج د، صح كده؟ أو ج ب د. يعني معنى كده إن أنا عرفت كده في المثلث اللي فوق إن زاوية، في المثلث اللي فوق إن زاوية د أكبر من زاوية ب، في المثلث اللي تحت زاوية د برضو أكبر من زاوية ب. خد بالك بقى، أنا هاخد ببالي من الملاحظات دي كويس جدا عشان أقدر أجيب الإثبات اللي هو طالبه. هو بيقول لي إيه؟ أثبت أن قياس أ د ج، زاوية أ د ج كلها اللي هي د كلها، القطعتين اللي فوق واللي تحت أو الزاويتين اللي فوق واللي تحت مع بعض، أكبر من قياس زاوية أ ب ج. طب ما منتهى البساطة، الموضوع بسيط أهو. حضرتك قلت لي بما أن قياس زاوية أ د ب أكبر من قياس زاوية أ ب د، وكمان عندي قياس زاوية ج د ب، شايفها؟ د اللي تحت أكبر من قياس زاوية ج ب د، أصبح الزاويتين بتوع د أكبر من الزاويتين بتوع ب. طب ما بمنتهى البساطة أخدنا مسلمة بتقول إنك لو جمعت الكبار مع بعض وجمعت الصغيرين مع بعض يبقى هيفضل الكبير كبير والصغير صغير. لو أنا جمعت المتباينتين دول مع بعض هقدر أقول بجمع المتباينتين نجد ان قياس زاويه ا د ب زائد قياس زاويه ج د ب اكيد هيبقى اكبر من قياس زاويه ا ب د زائد قياس زاويه ج ب د. طيب الزاويتين دول مع بعض اعطوني زاويه كبيره اللي هي اسمها زاويه ا د ج، مظبوط، والزاويتين الصغيرين مع بعض اعطوني زاويه اسمها ا ب ج. يبقى بالشكل ده قدرت اثبت فعلا ان قياس زاويه ا د ج اكبر من قياس زاويه ا ب د. تعال نبص على جزء تاني، المقارنة بين قياسات الزوايا في المثلث. طب احنا عارفين ان المثلث هو شكل هندسي موجود فيه تلات اضلاع وتلات ايه؟ زوايا. هنتكلم دلوقتي في البداية عن المقارنة بين قياسات الزوايا. نبدأ كده نشوف النظرية بتقول ايه؟ بتقول اذا اختلف طول ضلعين في مثلث فأكبرهما في الطول تقابل زاوية أكبر في القياس من قياس الزاوية المقابلة للضلع الآخر. نقرأ كمان مرة كده.
إذا اختلف طول ضلعين في مثلث، معنى الاختلاف بين طولين ضلعين في المثلث يعني هلاقي إن المثلث في ضلع كبير وفي ضلع صغير. فمنتهى البساطة بيقول لي إن الزاوية اللي في وش الكبير زاوية كبيرة، والزاوية اللي في وش الضلع الصغير زاوية صغيرة. طيب نبص على الشكل اللي قدامنا. هنا في مثلث، اسم المثلث أ ب ج. هنبص على أضلاع المثلث وهنبص على الزوايا. الأضلاع اللي عندنا الضلع الأول أ ب، الضلع الثاني أ ج، الضلع الثالث ب ج. هو مديني معطى في المثلث دوت إن الضلع اللي اسمه أ ب أكبر من الضلع اللي اسمه أ ج. كمان مرة، الضلع اللي اسمه أ ب أكبر من الضلع اللي اسمه أ ج. طيب طالب مني إثبات إن قياس أ ج ب أكبر من قياس أ ب ج، يعني كأني عاوز أثبت النظرية اللي إحنا قلناها من شوية صغيرين. طيب إيه اللي هنعمله؟ هنبدأ في البداية خالص هنعمل عمل. إيه العمل دوت؟ دي حاجة إحنا هنزودها على الرسمة، حاجة هنعملها بإيدينا إحنا. الهدف من العمل دوت إيه؟ إن إحنا هنقدر نبرهن المسألة أو نقدر نمشي في خطوات المسألة بشكل أسهل وأبسط شوية. نأخذ د تنتمي للقطعة المستقيمة أ ب. معنى د تنتمي للقطعة المستقيمة أ ب يعني هاجي على القطعة المستقيمة اللي هو ضلع المثلث أ ب وأحط عليه النقطة د. طيب في أي مكان يا مستر؟ أي لأ، أنا هحط نقطة د بحيث تفيدني في الرسم. طب هتفيدني بإيه؟ إن هخلي الجزء اللي اسمه أ د قد أ ج. تاني، الجزء اللي اسمه أ د قد الجزء اللي اسمه أ ج. يبقى أنا كده خليت المثلث أ د ج اللي هو الحتة الصغيرة اللي فوق ديت، ده بقى مثلث في ضلعين قد بعض، يعني ضلعين متساويين، يعني مثلث بقى متساوي الساقين. طيب نعمل ايه بعد كده؟ قلنا من شويه ان المثلث ا ج د ده مثلث متساوي الساقين، بقى فيه الضلع ا د قد الضلع ا ج. طب طالما ان الضلعين متساويين، ها في المثلث متساوي الساقين ايه اللي بستنتجه من كده؟ تمام، احنا قلنا في المثلث متساوي الساقين طالما ان الضلعين متساويين او الساقين متساويين يبقى زاويتين القاعده برضو متساويتين، يعني زاويه ا د ج هتبقى بتساوي قياس زاويه ا ج د، الاثنين بيساووا بعض. طب ما احنا عندنا زاويه ا د ج، ا د ج دي زاويه خارجه عن المثلث اللي تحت اللي هو اسمه د ب ج. طب ما احنا عندنا ان قياس الزاويه الخارجه مالها؟ قلنا بتساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها، يعني الزاوية الخارجة هتساوي ب زائد ج. طب لو خدت الزاوية الخارجة بس مع زاوية ب بس يبقى مين أكبر؟ أكيد الزاوية الخارجة. طب لو الزاوية الخارجة مع ج بس يبقى مين الأكبر؟ برضو الزاوية الخارجة. يبقى أنا عندي إن الزاوية الخارجة اللي هي اسمها أ د ج أكبر من قياس زاوية د ب ج اللي موجودة جوه المثلث، أو اللي إحنا سميناها زاوية ب. من واحد واتنين هنستنتج ان قياس زاوية ا ج د اكبر من قياس زاوية ب. طب جت منين الاثبات الاخير او النقطة الاخيرة ديت؟ مش احنا قلنا من رقم واحد ان قياس د قد قياس ج؟ تمام، وقلنا ان د اكبر من ب، يبقى لازم تكون ج برضو اكبر من ايه؟ من ب. يبقى معنى كده ان قياس ا ج د اكبر من قياس زاوية ب. اذا ا ج ب اكبر من ب، برضو جا منين ده؟ اذا كان جزء من زاوية ج، جزء صغير من زاوية ج اللي هو اسمها أ ج د أكبر من كل زاوية ب. طب أنا لو ضفت حتة كمان اللي هي د ج ب على القيمة الكبيرة أكيد طبعا هتبقى برضو إيه؟ قيمة أكبر من زاوية ب. يبقى أنا كده قدرت أثبت إن الزاوية المقابلة للضلع الكبير في الطول أكبر من الزاوية المقابلة للضلع الصغير في الطول. تعالى ناخد شوية ملاحظات مهمة جدا على الكلام اللي قلناه واللي المستر وضحه لنا من شوية. أول حاجة بيقول لي قياس أي زاوية خارجة للمثلث أكبر من قياس أي زاوية داخلة ما عدا المجاورة لها. طبعا أنا عارف إن قياس الزاوية الخارجة للمثلث بيساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة ليها، وطالما هو بيساوي زاوية واحدة بتساوي مجموع الزاويتين يبقى أكيد هي أكبر من أي واحدة فيهم، يبقى هي أكبر من أي واحدة فيهم ما عدا المجاورة لها. الملحوظة الثانية بتقول أكبر زوايا المثلث في القياس أكيد أكيد تقابل أكبر الأضلاع طولا وقياسها أكيد أكبر من 60، يعني لو عندك زاوية أكبر من 60 يبقى أكيد الضلع اللي في وشها هو أكبر الأضلاع، يعني زي المثلث مثلا المنفرج الزاوية، أو لو هي زاوية منفرجة هيبقى الضلع اللي في وشها هو أكبر أضلاع المثلث طبعا بلا نزاع أو مقارنة مع غيره. أصغر زوايا المثلث في القياس تقابل أصغر الأضلاع طولا وقياسها تبقى أصغر من 60، زي ما انت شفت كده في المثلث اللي فات
اصغر زوايا المثلث في القياس هيبقى اكيد اصغر تقابل يعني اصغر الاضلاع طولا، واللي هي قياس الزاويه دي هتبقى اقل من 60 درجه. مثال سريع نظبط بيه فهمنا وناكد بيه ان احنا فعلا فهمنا الجزء اللي اتشرح. بيقول لي رتب قياسات زوايا المثلث ا ب ج تصاعديا. رتب قياسات زوايا المثلث ا ب ج تصاعديا يعني ايه؟ يعني رتب الزوايا ديت من الصغير للكبير، انطق لي الزوايا دي بالترتيب من الصغير للكبير. اذا كان الالف ب بيساوي 5.7 من 10 سنتي، يعني ده معناه طول الضلع الف ب 5.7 من 10 سنتي، وكمان طول الضلع ب ج بيساوي 8.5 من 10 سنتي، كمان طول الضلع الف ج بيساوي 6 سنتي. ازاي حضرتك طالب مني ارتب زوايا مثلث وانت عاطيني اطول اضلاع؟ طبعا ما خلاص بقى احنا عرفنا ان اكبر ضلع في المثلث اكيد قدامه اصغر اكبر ضلع في المثلث قدامه اكبر زاويه في المثلث، وكمان اصغر ضلع في المثلث قدامه اصغر زاويه في المثلث. يعني لو قدرت ارتب اضلاع المثلث ترتيب تصاعدي يبقى اقدر اجيب الزوايا المقابله ليها وهتبقى برضو ترتيبها تصاعدي. طب تعالى نشوف كده احنا هنعمل ايه. انا اول حاجه هعملها مضطر ارتب الاضلاع بتاعه المثلث ترتيب تصاعدي. اصغر ضلع عندك موجود مين؟ موجود عندي الالف ب طبعا 5.7 من 10، وبعدين عندي الالف ج مظبوط، وبعدين عندي الب ج. يبقى الالف ب اصغر من الالف ج اصغر من الب ج، اصغرهم الالف ب اكبرهم الب ج. بالتالي اقدر اقول لك بقى في المثلث الالف ب يا ترى الضلع اللي اسمه الف ب الزاويه اللي قصاده تبقى راسها اسمها ايه؟ تنفع تكون الف؟ اكيد لا. تنفع تكون ب؟ برضو اكيد لا. اكيد الراس المقابله للالف ب هي ج. جميل. طيب ونفس الكلام بالنسبة للألف جيم، الضلع ألف جيم أكيد الرأس المقابلة له ولا هي ألف ولا هي جيم، يبقى مين؟ التالتة ب مظبوط. الضلع الأخير اللي هو ب جيم الرأس المقابلة له هتبقى ألف. يبقى زي ما رتبت قياس أطوال الأضلاع أقدر أرتب قياسات الزوايا بحيث يكون قياس زاوية جيم أصغر من قياس زاوية ب أصغر من قياس زاوية ألف، وبالشكل ده تكون رتبت قياسات زوايا المثلث ترتيب تصاعدي. مثال رقم 2 في الشكل الموضح، نبص كده على الشكل اللي قدامنا. اثبت ان قياس زاوية ألف ب ج اكبر من قياس ألف د ج. وفي اربع معلومات على الرسمة اللي هم اطوال اضلاع ألف ب 5 سنتي، وطول ضلع ب ج 4 سنتي، وطول الضلع ج د 6 سنتي، وطول الضلع ألف د 7 سنتي. طيب مستر احنا خدنا التباين، قدرنا نعرفه ان الزاوية الكبيرة المقابلة للضلع الكبير وان الزاوية الصغيرة بتكون مقابلة للضلع الصغير. بس في حاجة مهمة جدا جدا جدا، التباين دوت لما يكون داخل مثلثات. نقول تاني، التباين لازم يكون داخل مثلثات. يعني ايه يا مستر؟ يعني الشكل الرباعي اللي قدامنا دوت اللي هو ألف ب ج د، هو ده مثلث؟ لا، يبقى مش عارف اطبق تباين. التباين بيتطبق في حالة وجود المثلثات فقط. نقول المعلومة كمان مرة، التباين شرط اساسي فيه ان يكون الشكل اللي قدامنا عباره عن مثلث في ثلاث اضلاع وفي ثلاث زوايا. طيب من شويه صغيرين عرفنا ان ممكن مثال ازود عليه حاجه من عندي اللي هو العمل. العمل الهدف منه ايه؟ ان انا اقدر اطبق التباين. التباين هنا عمره ما ينفع يتطبق عشان ده شكل رباعي. طيب نعمل ايه عشان نحول الشكل دوت لحاجه ينفع استخدمها؟ اي اللي هنصل ب د. يعني هنصل ب د، يعني هوصل الضلع ب د، هوصل النقطة ب بالنقطة د. يبقى أنا كده عملت الشكل الرباعي أ ب ج د لمثلثين، المثلث الأول أ ب د، المثلث الثاني ج ب د. طبعا كده بقى الموضوع واضح شوية إن أنا هقدر أشتغل على التباين في المثلث اللي فوق مرة والمثلث اللي تحت مرة. هنبدأ أول حاجة في المثلث أ ب د، المثلث اللي فوق. هنبص على الأضلاع، المعلومة اللي عندنا في أضلاع ضلع طوله بسبعة وضلع طوله بخمسة، اللي هو أ د بسبعة و أ ب بخمسة. المعلومة اللي عندنا ان الضلع الكبير في وشه تمام الزاوية الكبيرة، والضلع الصغير تمام في وشه الزاوية الصغيرة. طب ما هو ا د اكبر من ا ب عشان السبعة طبعا اكبر من الخمسة، يبقى الضلع اللي في وش السبعة او الزاوية اللي في وش السبعة تمام اللي هي زاوية واحد اللي هي اسمها ا ب د اكبر من الزاوية اللي في وش الخمسة اللي هي اسمها ا د ب. تمام كده؟ تمام. ناخد المثلث الثاني اللي هو ج ب د بنفس الطريقة. احنا عندنا ضلع طوله بستة وضلع طوله اربعة،
ج د ب 6 و ج ب ب 4 يبقى الضلع الاكبر اللي هو ج د والضلع الاصغر اللي هو ج ب، يبقى الزاويه الكبيره مين؟ تمام، زاويه 3 اللي هي اسمها ج ب د اكبر من الزاويه 4. تمام برضو، لان الزاويه 4 اللي هي اسمها ج د ب، عشان الثلاثة مقابله للسته اللي هو الضلع الكبير يبقى الزاويه الكبيره، والاربعه تمام مقابله للضلع 4 سم يبقى برضو دي الزاويه الصغيره. انا كده قدرت اطبق التباين في المثلث اللي فوق والمثلث اللي تحت. طيب مش ممكن اجمع 1 و3؟ ايه 1 و3 ديت؟ اللي هي جزء زاويه ب اللي في المثلث اللي فوق والجزء بتاع زاويه د في المثلث اللي تحت. لو جمعنا 1 و3 وبنفس الطريقه هجمع 2 و4 اللي هو الجزء بتاع زاويه د في المثلث اللي فوق والجزء بتاع زاويه د في المثلث اللي تحت. طب ليه هجمع دول؟ لان احنا لازم نبص الاول هو طالب مني ايه الاثبات اللي هو طالبه. هو طالب مني اثبات زاويه ا ب ج ب كلها بجزئينها اكبر من زاويه د كلها بجزئينها. يبقى انا لو جمعت 1 و3 وجمعت 2 و4 يبقى انا هوصل كده ان قياس زاويه ا ب ج اكبر من قياس زاويه ا د ج. طب مره، يبقى احنا جمعنا 1 و3 وجمعنا 2 و4، الاثنين الكبار هيبقوا اكبر من الاثنين الصغيرين، يبقى قياس ا ب ج اكبر من قياس ا د ج. تعال نشوف مثال كمان يا اولاد. مثال بيقول لي في الشكل المقابل عندك مثلث كبير اسمه ا ب ج، خد بالك ا ب ج عنده الضلع ا ب اكبر من الضلع ا ج. الضلع ا ب ده كله هو بيقول لي اكبر من الضلع ا ج. جميل، حط لي نقطة س بتنتمي للألف ب ونقطة ص بتنتمي للألف ج، بحيث يكون الس ص بيوازي ال ب ج. الس ص بيوازي ال ب ج. يلا بينا بقى، حضرتك عايز ايه؟ عايز اثبت ان قياس زاوية أ ص س اللي هي زاوية ص الصغيرة اللي فوق دي أكبر من قياس زاوية أ س ص أ س ص اللي هي زاوية س الصغيرة اللي فوق دي. طيب جميل جدا، لازم استنتج من المعطيات اللي هو عطاها لي حاجات تقدر تساعدني في المساله. اول حاجه قالها لي ان الالف ب اكبر من الالف ج. خد بالك مفيش حاجه بتعدي كده، طالما قال لي ان الالف ب اكبر من الالف ج وده مثلث يبقى اكيد يقصد تباين. لازم استنتج، اعطاني اضلاع استنتج انا منها زوايا، يبقى الالف ب ده قدامه زاويه اسمها زاويه ج، كمان الف ج قدامه زاويه اسمها زاويه ب، يبقى الضلع الكبير قدامه زاويه كبيره والضلع الصغير قدامه زاويه صغيره. اكيد اقدر اقول له ان قياس زاويه ج هتبقى اكبر من زاويه ب. كمان هو اعطاني س ص بيوازي ال ب ج في المساله، وطالما اعطالك توازي اعرف كده ان التوازي على طول بينتج عنه حروف، يعني ممكن اف او زد او يو. طيب حضرتك هنا لما قلت لي ان س ص بيوازي ال ب ج وعندك الالف جيم قاطع لهما، خد بالك كده س ص بيوازي ال ب جيم وعندي الالف جيم قاطع لهما، يبقى تقدر تقول ان قياس زاويه الف س الف ص س دي اللي فوق اللي هي زاويه ص الصغيره بتساوي زاويه جيم بايه بقى الناس الشطار؟ بالتناظر. مظبوط، يبقى اكيد اكيد قياس زاويه اهي جيم هتساوي قياس زاويه الف ص س، كمان بالمثل قياس زاويه ب هتساوي قياس زاويه س. مظبوط، اللي هي الف س ص بالتناظر. الحاجة التانية في المثلث الكبير أ ب ج قدرت أقول إن عشان الأ ب أكبر من الأ ج يبقى أكيد زاوية ج أكبر من زاوية ب. كده أنا عندي استنتاجين، خد بالك ج أكبر من ب وفي نفس الوقت ج هي هي ص، يبقى زي ما ج أكبر من ب أقدر أقول إن ص أكبر من ب أو أكبر من س اللي هي زي ال ب. من واحد واتنين نستنتج أن فعلا قياس زاوية أ ص س أكبر من قياس زاوية أ س ص، وهو ده اللي مطلوب عندك في المسألة. تعال نشوف سؤال متفوقين. أ ب ج د شكل رباعي، أ ب ج د شكل رباعي فيه أ ب أكبر الأضلاع طولا، ج د أصغر الأضلاع طولا. اثبت أن قياس زاوية ب ج د أكبر من قياس زاوية ب
ألف دال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.